عرفت شحال من مرة هذه ثالث مرة كان صور فيديو وكان عاود حيت امي تنقول لها ما تقولي لا سميت لتا شي واحد باش ما نخلقوش حتى شي واحد مشكل بارك انا يتخلقوا لي المشاكل. المهم كويدات ديالي بغيتكم هذا الفيديو هذا يكون اكبر عدد ديال اللايكات، بغيتكم هذا الفيديو هذا تخليو التعليقات وتخليو القليبات لا فاطمه العميريه لا فاطمه دايره اليوم تامين الخير امي اللهم امين امي اليوم لابسه لك تامين الخير بنيتي بحال وليدي بحال واخا قولي من بعد السلام بنيتي السلام لا قلت لك بويبه ويلي تذكريش تنبدا غادي نقول بالسلامه وعقول هذا السلام. السلام عليكم وليدي، السلام عليكم بنيتي لاباس كبيدات ديالي. المهم بغيتكم هذا الفيديو هذا ومشدة راسها انا مالي شو بنات وبعدا انا يا امي ما امي وبعدا اليوم تفركست وما ما شكرتيني ما تفركست شو صحة وراحة بويه وملي تلبس الجلابة المهدولة تسبق الدور فيا لا اليوم تبارك الله محمد يا نجيبو هذاك اسمه هذا ناكلو الخصبان تنجيبو تحالي لا لا خلي بلاتي اخ خلي بلاتي يا لاله فاطمه انا اختار يا اختي الحاله دايره ليا بالحاله يا امي مشي ديروا لها اللايكات والقلوبه يا الحمد لله قولي ديروا لي اللايكات وديروا لي القلوبه شو امي انت ودعوا معايا دعوا لي مع صباح وبنداتها وسي محمد ووليداته الله يعاونكم امي انت اللهم الكبده امي انت الكبده الكبده امي يا امي امشي امي امشي امي انت اللي تتحطميني انت اللي ما تتخليني ندير الكبده امي انت الكبده امي انت شي مشكلة على وجهك امي شي مشكلة على وجهك امي اش غادي المهم كبيدات ديالي انا نهضر عاد نخلي امي تهضر حنا راكم عارفين هاد الايام هادي عندنا خالتي مريضة الله يشافيها والله يعافيها يا رب العالمين دارت العملية نتوما عارفين انه كيجيو العائلة كيتجمعوا وكيجيو الحباب والعائلة تبارك الله ديال ماما كاملين تبارك الله عليهم تتلقايهم في وقت الحزه ما كاينش اللي ما تيسمع الاخبار وتيجي كلينيك تبارك الله راه فينا هو راه حنا راه ولا مضروب عامر ولينا مفرشين عف الارض وحق الله الواحد الجلسه انا ولا تتعجب والله العظيم البنات الا ولينا مفرشين في الارض تبارك الله كاينين بنات خالتي ماما داخلين المغرب في هاد العطله هذه كاينين بنات خالتي كاينين خالاتي كاينين بنات عم ماما كاين تبارك الله العائله كامله راكم عارفين هذا المشكل هذا اللي كان وقع بين ماما وبين خويا وصدقت انا مدخليني فيه بزز مني فكل شيء كيهضر عليه وكل شيء كيتعاود عليه وحتى شي واحد ما عاجبو الحال حتى شي واحد ما عاجب الحال ان الام ديالي تبان بواحد الصوره خايبه للناس والمتتبعين لانهم ما تبارك الله ما شاء الله عليهم يعني كل شيء قاري وواعي وسميتو فما عجبهم ديالي ماما 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 عافاك ما تنقول لك عاد تجيب لي حتى شي واحد حاجه خايبه كل واحد ديالي وليت نطيب فيكم نتوما يا امي انا امي مخسره لك لا ما مخسره لي حتى حاجه كان انا دركا سلحتك في كل شيء الدار ديالك تعيشي فيها تتموت قلت لك شدي الكراوات شدي كل شيء انا داعي معايا الله يعاونك مع بنياتك الله يعمل ان شاء الله اعطيك هوانات الغيب تخدمي على بنياتك وتحاولي بنياتك والله البنات انا دابا حلال والله البنات انا دابا ما نطالع بيا غير الله سبحانه وتعالى ومع ذلك مسامحه في كل شيء مسامحه في رزقي مسامحه في الكرا ديال جوج ديور مسامحه في كل شيء خليتو لامي قلت لها كل شيء ديالك تتصرفي في كل شيء انا غير الداعي معايا انا مدبر راسي من جهه اخرى وربي غادي يسهل عليا من جهه اخرى وربي غيسر لي اموري وبغيت هذا الشيء اللي كندير مع الام ديالي يديروه معايا بنياتك يطرح لي البركه في بنياتي ويديروه معايا بنياتي والحمد لله اللهم لك الحمد قلت لكم البنات ان هذا الشيء ما عاجبش العائله ديال ماما كيخاصموا بزاف عرفتوا انا راه بالحوحتي هنايا وحق الله العلي العظيم لانه هما دابا هما عارفين شنو كاين وفاهمين كل شيء ومطالعين على كل شيء يعني هما قراب الماما وماما تعاودت مع مازال هنايا في اليوتيوب البنات انا عيني ضرتني مازال هنايا في اليوتيوب البنات
الام ديالي ما كنخليهاش تقول شي حاجه ولا كتقول شي حاجه كنحيدها لها في المونتاج ولا علاش؟ لان قلت لكم انا كل واحد يخلصه الله سبحانه وتعالى. انا ما يمكنش ليا نضر خويا بشي حاجه ولا نقول شي ولا ندير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ولا على وجه دوك الوليدات وعلى وجه حتى الخواره. الخواره كتخلص، ما يمكنش ليا نادي شي واحد بشي حاجه، وما يمكنش ليا نخلي امي تعاود على داك الشيء كامل ولا شنو. مهم هذا الشيء حنايا دوزنا من هذا شحال وقلنا اشنو اللي كاين، كل واحد كيخلصوا الله سبحانه وتعالى. العائله ديال ماما امي كانت جالسه وكتعاود معاهم وكل شيء يعني، وما فراسهم وهما كيقراو التعاليق. ديك الصوره باش كتبان الام ديالي في اليوتيوب ما عاجبهمش الحال وكيخاصموا وتعاودوا لها على شي حوايج. امي اصلا ما راداش لهم البال، هي ما كتقرا تعاليق، ما عارفه شكون اللي كيشكرها، ما عارفه شكون اللي كيعيرها، ما عارفه حتى شي حاجه. مسكينه يعني كدار الكاميرا، ها السلام عليكم، وعليكم السلام، وسير يعني. ممكن شي حوايج هي مسكينه حساب لها غا عاديه في الدار ديالها كيتصوروا كيتحطوا في اليوتيوب. هذا انا ماشي كنتهم شي حد ولا شي حاجه، بالعكس انا غير كنحاول انني نوضح لكم. لا حنايا هضري، كنحاول انني نوضح لكم البنات غير باش نتوما تدعوا مع ميمتي. يا ربي الله يعطيها صحيحتها والله يسر لها امورها، وكاملين نحترموا هذا القرار هذا ديالها. الله يصبرها، اللهم امين. نحترموا هذا القرار ديالها مع عائلتها. قالوا لك ما باقيش تصوري في اليوتيوب، قالوا لها ما باقينش نلقاو شي فيديو انت محطوطه فيه، لان بداو تقولوا ليها فهذيك اللقطه كنتي مقفضه في كوزينه بحالك، وحنا كنشوفوا كنتفرجوا وتضرنا خاطرنا كاع. الا ما شافوا ماشي حاجه كيصيفط لهم على الواتساب دابا العائله بيناتهم، شو بنت بابا شنو شو دايره هكا مقفضه نواضرها خارجين داير، فهمتوا؟ ما كيعجبهمش الحال نهائيا. شي واحد ماما حتى شي واحد عافاك رسميات، ماما عافاك الله يرحم الوالدين. بابا كانت تخلق لي المشكل والله باركه، انا يا ما دايره حتى شي حاجه وليت وسط المشاكل وشي مشكل. المهم مي قالوا ليها ما تبقايش تصوري في اليوتيوب، ما تبقايش تباني في اليوتيوب. وهي حتى هي قالت لي، قالت لي بنتي راه ما بقيتش نصور. قلت لها مي عرفتي اش غادي ديري، حنا كاملين وليدات، ما غاديش تصوري مع ولدك. انا ما بقيتيش تصوري معايا باش يكون العدل بيناتنا، وما يحسش خويا بان ظلمنا ولا شي حاجه ولا. حتى انا ما باقاش تصوري معايا باش حتى شي واحد ما يحس بالحقره ولا يحس. صافي عادي، حنا كاع وليداتها، كاع عندنا اليوتيوب، كاع ما بغاتش تصور دونك ما غتصور مع حتى شي واحد فينا ونبقاو هاني. حيت حنايا اهم حاجه هو هاد المراه هادي كبرت البنات ياك ولا لا. دابا قولوا واش العائله ديالها عندهم الحق ولا لا؟ اما انا والله ما عندي شي مدخله في هذا الشيء. هاي مانا لا قلت لهم زعما انا واش شكون اللي قال لكم باقيش تصوري؟ كيما انا راه ما عندي حتى شي مدخله في هذا الشيء. عائلتي وعلى قد شكون؟ لا ما تقوليش شكون، قال لكم ما تذكريناش حنايا نبداو حتى حنا يتعايروا ما والو. العائلة ديالي اللي قريبة ليا قالوا لي ما تصوريش، قالوا لك ما باقاش تصوري في الوقت. قلت مع واحد وتي من خاطرك؟ وانا من خاطري ما تصورش تاني، حنا كاملين وليدات، حتى واحد ما تصوريش معانا. قلت لي انت انا ما تصوريش معايا امي، قلت انا ما تصوريش معايا، قلت ما تصوريش مع ولدك، انا ما تصوريش معايا. هذا الشيء والله العظيم البنات انا ماشي ما مصلحتيش انني امي ما تصورش معايا، يعني كل شيء وحده اخرى غتقول لا انا تصور معايا شي بلاصه اخرى ما تصورش. ولكن حنا كاملين وليداتها، وانا اهم حاجه عندي هو امي تكون مرتاحه. الله ينعلبوا الفلوس، شتي الله ينعلبوا الفلوس، الله ينعلبوا الديور، الله ينعلبوا ما عرفت شنو، في سبيل ان امك تشوفيها مقره ومحترمه. مي بغينا هاد المراه هادي، بغيت انا ما كرهتش تسبح وتلاها في التليفون، تلاها في الاذكار راه تتعلم فيها وتبقى موقره، تبقى الكرامه ديالها محفوظه، يعني ما تبقاش معرضه للانتقاد، معرضه للمعيون، معرضه لشحال من حاجه. يعني ما راك عليها مسكينه، شدت كان صدق التعيات وشدت المعيون، لا شديتو انا الدنيا هانية، هي كبيره انا ماشي مشكل. شتي انا راه كي قالوها لي بنات خالتي وقالوا لي شتي انت راه كتضاربي على بنتك، بناتك خدامه عليهم، مراه الجاره ما عندكش على وليداتك، ما عندكش اللي تيجيب لك القفه سميتو. ويا امي زعما كاين انا تي لا شديت المعيون لا شي حاجه، راه مراه بعقلي
انا بناتي دو على ولادك الاخرين. انا بناتي ما نبغيهمش تعيروا لي، انا الدنيا هانيه وهذه مره كبيره نوقروا علينا كاع كاملين النبي عليه السلام. يا كلا الفاطمه ايامي قصيطين في اخر لحظه ضرباتكم على الشعر ومنيتي وعندك هذا سميتو هذاك تقول امي مشات وما تدرينيش ما تديش امي تفكريني امي حيت قلت لك زعما ما بقيتش نطلع للدار ويتك تبكيني ما نبكيك هذا ما تنبكيك طلعي السيف شوفي واش طلعوا بناتك ماما طلعي ماما شوفي قدام متبعين طلعي على دمك شوفي انا الا توحشتك غنجي نصوني عليك وتهبي ونخرجوا انا وياك ونفوجوا وندور انا ولا لا فاطمه ونجيبك عندي هنايا بغيتي شنو مهم تجلسي معايا بلا ما انت ما نجلس امتي ما مولفاش ما نفع داري تا دابا راه هادي دارك وهادي لا هادي داري انا جيت قعدت سيمانة هادي وانا قاعد دار جيت لكن ما عرفت هاك انت بغيت تعيط على بنات خالتك هاد الجمعه يمكن هاك انت بغيت تعيط علي من السبت وهاك جيت انا الجمعه واخا الجمعه ما تحكيش ما خينا غدا غدا بعد غدا ياك لا ما تمشيش تا لا دوزونا وياك عيشورة عيشورة عيشوري وعليك اللي تشعوري عيشوري عندك اللي حق واه وعندي حق بنتك لا حق بنتي ما تلعبولي ما نقارو لا انا عارفة راه قلتي لي خسر اختك راه انا خازنة اختي تدي تدات لا نطيب ولا غنطيب ولا بغات عيشوري عندي واحد الطايرة جات العميرية قدك شحال من حدا عندي ربعة اصغر قريب يا حيدا ولي جات البنات ولدي يا الله دابا ناري وتي الكبده شحال صعيبه وامي صعيبه وامي لا كانوا النيت النيت طاري جات ديال وتي راه قدك تتحطوا ولا ديالاش غادي تحطوا عاد الكره ما جاتش تحطوا وكاينين تعارض حنا ما معاوشرينش هاد العام ها شوف كاينين تعارض ديال الولدي كاين ديال العطار سير راه قيصرية وختار مع راساتك هاكا كرة غالية أنا نعطيك باش إيوا تشري البنات ولدك أه ما نقيولهاش من بنات ولدك وماك ما تكرتي بناتي العميرية أنا بناتك عندها ما بنيتي منين دوك الكبار شارية اللي واه نسناهم مع روحي الله يما مشيو لروحي مشي لي شي حاجة مشي لداري مشي والثمن ديك الطارة اللي كان شارع عبد الرحيم الله يرحمه شحال من سلمني الفلوس ترى الشهر نشري لهم كاع الدراري الدرية سلمني الفلوس ترى الشهر كي بنات سي محمد بحال بحال تشد منك ها نشري بناتك وبنات سي محمد بحال 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 كاع بنيات يا ورا تا هذوك راه بناتي انا راه اللي بحب نقراش يقولوا لي هذوك انا راه بناتي تلفو تتصيح وتعرف مات امي انا عزازين عليا ما عليهمش انا عسى ندير شي حاجه راه ما عليهمش امي انت راه غلطتي وقعوا تاعك لا قلب عنا حنا نشوفوا على القفطان ديال لالا العيريه مزمل الزوار الزرقاء اللي جبت لك الزوار صافي اختي هذا اخر فيديو قال لك تلبس الزوار الزرقاء زعما وجهي عندي نلبسها نوريها لك زهرة الزرقاء وتتقاد مع المري شوف لا لا مني ما انا عمر زهرة ما شفت ولا راه عاد تدابا فركسه ومقاده ومعاوضه ايوا فركشه ومعاوضه وصعوبه ودايره الطوين قاتها باش يبان امك امك عزيزي قلت يلاه يدير قلت لك بالله امي انت دابا هذوك القردات راه مازال الوقت عليهم يلا نجيبو امي شو البنات امي دابا راه مع الحضاش في خرج تاع امي راه كانت تشهات كويدات وما لقيتهمش عند نبي وعقبنا مشينا تريدوا لي بس امي عسكت يا عقبنا مشينا وما لقيناهمش دابا راه حاضنا تقول لك يلا خرج انا واحد الحاجه قالوا لك شي بنات على ترى ماتوا بالضحك قالوا لك نسحابوا امي فاطمه بغات تغوت على اختها في السبيطار ملي سمعتها هي مشاش بدلات ويلك اختي مشات هاي المرضى نغوت انا الله نجي من الغوت ولاش غوت على الحوايج ها ما بدلا ما بدوش قلت لك وكاين نمشي نعرق خامزه كوك اللي سلمت عليه يقول لي شتو العميريه
لي مرأة نسات ما جابش السلسلة ما جابش الخاتم. وسلسلة خاتم الخير عندك انتي خدنا مني. عطينا من سلسلتي وخاتمي. لاش نعطيهم لك امي؟ عافاك امي. يا قنعتك من عافاك امي. والله ما تبيعي على ما ندير عمره حق. شفت فيها البنات اخر اخر فيديو ليا معاها هنايا نضحكوا انا ويا امي لها سيدي ربي انفوزوها على قليباتنا ونفوزوها على المشاكل. قاعد تبيعي خاتم. تبيعي؟ بيوتي. يلا اجي قلت لك سكوا. وانا عنقني واحد تعيني قصدي. لك النهار ربحتي في صرت لا شحال وما شديت لك حتى درهم ما بغيت. وعلى انت مسخره ما تشدي ليا. ويلا ما مسخره. مي مي يا حي درجتك فوق الطاوله. يلا الحمد لله كل شيء درتي انت يلا. الحمد لله مي داعين لينا مع المتتبعات ديالنا. الله يعطيهم ويسعدهم خير من وجههم. الله يفاجيها عليهم. الله يفاجيها عليهم والله يدير لهم داكشي اللي بغاو في خاطرهم. الله يعاونهم والله يسر امورهم والله يفرحهم بوليداتهم. الله يتاويهم الخير مع عائلتهم ومع احبابهم ومع الناس اللي هلا راجلهم وهلا والديهم. واللي مريض الله يشافي واللي تتمنى الذرية الصالحة الله يرزقها بالذرية الصالحة يا رب العالمين واللي كانت حاملة الله يفكو حيلها على خير. هادو هما الدعيوات الله يعاونهم باش غادي تسالي مع المتتبعين هذا اخر فيديو ان شاء الله. اللهم امين. يلا قول لهم بالسلامة عليكم وليدات. وبالسلامة عليكم ابنيتي. اتوحشتي. سلامة عليكم وليدي ولا توحشتم غادي في الليل. السلام عليكم ولا عليكم. عفوا أم أم بلا كاميرا. هاكاك بلا كاميرا. السلام عليكم وليدي. السلام عليكم وليدي بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله أمي العزيزة عليهم بالله لا كيدعاو معاهم مساكن وما تيعجبهمش الحال وكاملين تبارك الله مرضيين وتيكبروا بالوالدين. الله يدير بحسابهم. الله يدير بحسابهم. يلاه كويدات ديالي تهلاو ليا في راسكم وبالسلامة عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.